بعد الظهر. هلا ابو عمار. الجو بتحكي حمر. ايه بعد ربع ساعة. عم 10 دقائق. لا ما نحس راح لها احلى. كيف؟ حتى الجنايه ما تحسب وقتها وهاي الدوره طابه بساعه. ساعة الا ربع شكل. ايه الجو حلو. الا 10 فكي. عم الا 10 والله. ابو عمار يا فرق 10 دقائق. على ترتب نفسها ترتب اقفالتها ترتب هاي. لو جاي انا ما انا شايف فكي. ها؟ والله شاهد الا ربع فكي. ابو عمار هذا كرنفال. يراد له يراد له تصوير ويراد له حكي ويراد له هاي مو ابو عمار. رتبها يا حلو. ايه. رتبها. خلي يصعد البيت. ايه. بس الحمام يفتكى بس الجمال. الله حبيب ورد. ارادوا يتأنون بي شوية. ابو عمار كل ما يتاخر الحمام شوي يستقر بالعربات يرتاح يحدد مكانه. واكثر شيء هم يحدد. اه يحدد مكانه. بس وين صار للحمام؟ تقريبا صار له بالنص ساعة هذه. اكثر من نص ساعة اكثر صار له ساعة تقريبا. اليوم الجو شمالي يخبل اربع حمام هم واحد. صباح الخيرات نورتونا عزانة. اه حجي باسم حبيبي بسام. اليوم جو شمالي بس السلام عليكم بخير. يوم اخونا ابو عباس مهند القريشي حاضر بهذا الكرنفال. عدد الحمام ما يقارب 24000. عايشينك حمام درجه اولى وجنايه كلهم ابطال كلها درجه اولى. ما يقارب تقريبا 550 متسابق او 575 متسابق. هذا العدد وهذا عدد الحمام وعدد المتسابقين ما صاير بالعراق اول مره. اول مره صح. عدد دمج منطقة زبيدية 90 كيلو راح يكون عدد الحمام 24000 او 25000. حجي 24000 وعندنا 3 اندية مسابقين. لا تمام مسابقة. نسأل الله يوفق الجميع. ان شاء الله راح يكون الحمام اليوم اللي يغلب كله مميز. لان الرياح 14 شمالي من مكان الغرب الى بغداد. نسأل الله يوفق الجميع. بعدتكم شدوا حيلكم كلكم ابطال. توفيق ان شاء الله اتمنى لكم كل التوفيق. عاشيلك حجي. الله يسلمك. اخوان اليوم سباق الزبيدية مسافة 90 كيلو سباق اندية بغداد الرصافة. السباقات المميزة السباقات القوية فمع احترامي كل اخواننا هواتنا ومحافظاتنا كلها سباقات مميزة سباقات برايقون. بس اندية الرصافة ما شاء الله هاي السنة 17 نادي وعندنا 3 اندية ما بالسابقين. هاي الموجودة 14 نادي و16 عربة. اكو بعض الاندية عندهم كل نادي عربتين اللي هو نادي القوة والسرعة قيادة اخونا البطل حجي باسل ونادي اقليم الحبيبية قيادة اخونا ابو تقي. اتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. سباق اليوم سباق مميز سباق 90 كيلو سباق الزبيدية اندية بغداد الرصافة مثل ما قلنا 550 هاوي ما يقارب 23 24 الف حمامة 14 نادي وعندنا 3 اندية يدخلون بالسباقات اللي بعده. نتمنى لهم كل التوفيق. هنا حجي باسم رئيس نادي القوة والسرعة طبعا احد الاندية المميزة من حيث استخراج النتائج. الله يسلمك حجي. استخراج النتائج وإدارة النادي فأغلب إخواننا الهواة ما شاء الله عليهم متجهين نادي القوة والسرعة بقيادة أخونا حجي باسم. أتمنى كل التوفيق. زعيم عباس غانم طاعم ملح الهواية أبو عمار مسؤول سباقات أندية بغداد الرصافة أبو عمار الذهب. الله يعوضك أبو عمار. شلون السباق هاي السنة؟ والله السباق إن شاء الله مميز بوجودكم. وجودك ابو عمار ان شاء الله اشوالها يعني اتوقع اليوم السواق كلش راح يكون راقي لانه نسبه عدد الحمام كلش هواي والاجواء حلوه وشماليه حلوه يعني جو كلش راقي والله جو مثالي ان شاء الله يوفق الناس الله نتمنى لهم كل التوفيق. ايوه ابو حبيب الذهب ان شاء الله الهواة تبقى نبي محمد يرجع سلام. طبعا خادم اندية بغداد الرصفاء هاي السنه ابو حبيب والله والنعم منه هو ابو عمار رسول السباقات. اتمنى لك كل التوفيق ابو حبيب. هيثم العقاب الذهب ذهب ذهب طيب وان شاء الله يا رب الحمام يرجع سالم غانم على هالاجواء اليوم ان شاء الله مقله يا نهائيا على هالاجواء الحلوه. الله شاهد واليوم يسجل هذا مو بطل هذا يعني عبر البطل على عدد الحمام اليوم 25000 حمامه تقريبا والله اللي سجل مركز 500 بطل والله على هذا السباق. هذا السباق اليوم اقوى سباق راح يصير عندنا اليوم احنا بالرصافه. لا سباق تاريخي ان شاء الله سباق تاريخي هذا على مستوى الزبيديه. احنا اليوم سميناه سباق الكلاسيكي حبيبي ابو جاسم الورد النودي الورد حبيبي عدد هائل ان شاء الله عدد هائل ما شاء الله. فرج اخواننا هاي العربات
16 عربة، كل عربة ما يقارب فيها 1500 حمامة إلى 2000 حمامة. هاي باعوها، هاي سباقات تنظيم الاتحاد العراقي سباقات حمام الزاجل. اخوان هاي سباقات يراد لها إدارة سلوى علي العتابي. علي ناصر حبيب ابو عباس تعب الورد. شلون اخوي؟ الله يسلمك. طبعا احد رسائل ديتنا المميزين ابو حسين الذهب، اتمنى لكم كل التوفيق. 16 عربه موجودات ان شاء الله و14 نادي. 550 هاوي اللي يسجل بطل اليوم. طبعا بطل الشباب طبعا طبعا اليوم. طبعا يا الله. طبعا مطور الهوايه ورئيس اتحادها وحاضر اليوم سباق الزبيديه ابو احمد علي معدل. معدل 550 هاوي ما شاء الله. شلون جمعتهم ذولا؟ شلون سويتهم؟ شلون رتبتهم؟ الناس تندل الدرب العدل وتجي علي. ابو عباس حضورك اليوم مميز ما شاء الله. لو بخدمتكم ان شاء الله. اليوم 17/12/2022 اليوم سباق الزبيديه هو اول سباق للأندية الرصافه. البارحه فكينا الكرخ واليوم ما شاء الله راح يصادف ويانا نفس اليوم. البارحه فكوا ويا الكرخ اهل الموصل، اليوم ويا الرصافه اهل البصره. ان شاء الله هم عندهم سباق دمج. تشوفون ما شاء الله عندنا 16 سياره 16 عربه طابقه 14 نادي ما يقارب 23,000 حمامه ان شاء الله. ويانا نادي 550 متسابق ابو احمد، فوق ال 550 متسابق. 550 متسابق ما شاء الله، والعدد تريده زايد ان شاء الله. الناس طبعا تجي لهاي السباقات تعرف بانه السباق السباق والجماليه والمتعه هي بعدد الحمام طبعا وعدد الهواة، عدد الحمام وجوده المتسابق وجوده الحمام. بالضبط بالضبط، لهذا الناس تشوفها تجي على السباقات القويه والسباقات الدمج. واحنا نامل ان شاء الله انه اسعار الطيور تزيد من وراء هاي السباقات ان شاء الله بجهودكم. متاكد الزود. بعض الأندية بمحافظاتنا أو بمحافظة بغداد أو محافظاتنا بالشمال أو الجنوب دي يقولون إحنا يعني هذا قدامنا 5 كيلوات هذا 4 كيلوات، مثل عندنا بكربلة هاي مشكلة عقيمة زين عيني. وباقي المحافظات أيضا والله شنو هذا الهاوي يبعد 4 كيلوات هذا 3 كيلوات. هسه إحنا اليوم مشتركين ويانا نادي بسماية، عادي قد مسافتكم عن أبو حسين 30 كيلو يبعدون عن محافظة بغداد 30 كيلو يبعدون. نادي بسماية نادي بسماية يبعد على هواة بغداد 30 كيلو لأنه هاي الهواة كلها هاي تقريبا 500 وكسر. وبعد اكو عندي ابو احمد اكو عندي بالصويره تبعد عن بغداد 50 و45 كيلو. مزرعه الصويره تبعد على هواة بغداد 50 كيلو. والفكه هي 90 كيلو ومسافه السباق 90 كيلو، يعني لهم 40 كيلو. لهم 40 كيلو اخوان سمعوا. والبغداد 90 كيلو وصار لهم اكثر من سنه يساقون، يعني اكثر من 4-5 سنوات يساقون. هم هذا التطور. اخوان هاي شيلوها الفكره من بالكم، انا متاكد ان هاي زارعين الفكره. اكو بعض الهواة اللي هم يخافون يشتركوا يا كذا ويغلبوا او كذا، هاي الفكره مو صحيحه. تشوفون هاي سباقاتنا احنا هاي سباقات اندية بغداد الرصافه ابو احمد هي اللي ميزها هاي الامور. زين احنا كل متسابقين ابو حسين برخصته، كل متسابقين ابطال مميزين يمتلكون حمام مميز ما عندهم فرق. نادي المزرعه عندنا ونادي الصويره ونادي بسمايه، ثلاث انديه ما يقارب 50 كيلو من 30 الى 50 كيلو يساقون ويا انديه بغداد. تبدي السباقات عندنا بغداد الرصافه من 90 كيلو واصعد. فاللي طور سباقات الرصافه اغلب المحافظات يقول لك ليش مثلا طير الرصافه غالي او غيره؟ جودة الحمام، عدد المتسابقين، والقوة بالمنافسة. اخواننا اعزائنا. تفضل ابو حسين. ابو احمد اكو بالنسبة لكم هاي المسافة بعيدة وهذا قريبة، احنا طابقين بالدمج يعني. دمج الرصافة مسجلين حتى بالعشرة الاوائل. نعم. والمسافة هي تبعد علينا 30 كيلو. تفوزوا وتخسروا، تفوزوا وتخسروا، تفوزوا وتخسروا، ما في كل مشكلة. انا من ضمن المتسابقين للسابق، السابق وافوز وهاي واطب وياكم ونتسابق، احنا من ضمن المتسابقين الابطال الموجودين بالرصافة، فما عندنا كل ما عندنا كل اشكال. لا هذا بصفحنا وهواتنا ورؤساء الاندية انه هاي الشغلة يتجاوزونها يوضعون قانون كل الهواة السابق من حد السابق. وهاي المسافة ما لها علاقة، بس الهاوي يكون جيد عاد اعداده
طيوره صحيح المسافه ما لها كل دور المسافه ما لها، وهذا الشيء ما جبناه احنا من حمضنا، فاحنا بدنا نسافر لاوروبا ونشوف السباقات هاي السباق هاي يعني سباق 180 كيلو هاو عن هاو يبعد 90 و100 كيلو وماكو مشكله بالسباقات، ولا احنا هاي التجربه لو ما موجوده برا ما نجيبها هنا. نعم وان شاء الله التطور مستمر والسنين القادمه افضل، وان شاء الله نتمنى التوفيق لكل هواتنا الاعزاء بهاي السباقات، سباقات اليوم، سباقات المسافه، سباقات المسافه. شكرا لكم ولحضوركم. الله يسلمك. رؤسائنا الانديه ما شاء الله، رؤسائنا الانديه بالرصافه هنا اليوم ترى قصيه قاعدين من الساعة 4 أو الساعة 5 و 6 لحد الساعة 7 بدأ يكتمل العدد والحمد لله. الحمد لله أبو عمار من رخصتك بس العرباء كاملة بعد خلي بتكون حلقات ربما بقى لنا 7 دقائق تكون القفالة وتحضرهم يلا مهند يرفع الراية ناصر يلا إن شاء الله بثمانية ثمانية ربطهم. أبو أحمد إحنا نريد نوضح لإخواننا الهواة طبعا ويانا ما شاء الله 400 عزيز وأخ وصديق قاعد يشاهدون البيت. ابو احمد احنا سباقات انديه الرصافه احنا كل محافظاتنا بها سباقات مميزه ودمج وسباقات ناجحه وحلوه وعداد حمام وعداد متسابقين، بس احنا نطالبهم انه يعني يخلون سباقات انديه بغداد الرصافه كدستور يمشون عليه. احنا اليوم 550 هاوي وبيناتنا مسافات خط طول ما يقارب 60 كيلو الى 55 كيلو يسابقون ويانا، وخط عرض ما يقارب 30 كيلو. كل هاي الامور ما عندنا اشكال بيها، سباقاتنا قاعده تتنظم، رؤساء انديتنا مميزين، متسابقين مميزين، طبعا هاي كلها بجهود الابطال الموجودين بسباقات انديه بغداد الرصافه واعضاء الاتحاد وهواتنا الابطال قاعد ينورون الهاوي على هاي الامور زين، فما قاعد تصير عندنا هاي الاشكالات. تشوفون سباقاتنا كل سنه قاعد تزايد، واليوم احنا قاعد نشوف فكينا بال 2017 14 في حمامه وبال 16 وبال 18 ب 19، اليوم وصلنا سنه 2022 23 قاعد نشوف الحمام قاعد يصعد عندنا. هسه اليوم عندنا ما يقارب 23 ل 24 الف حمامه ابو احمد، و 550 متسابق، وعندنا ثلاث انديه بعد ما متسابقه ويانا راح تدخل ويانا ان شاء الله من الحي وفوق. سباقات الحي تشترك ان شاء الله ويانا، طبعا هم رغبتهم ما يكون ويانا، احنا ما عندنا كل ما عندنا كل شيء يعني ما عندنا كل اشكال، بس الهواه هم رغبتهم اللي تكون. احنا ما نضغط على الهاوي، بس نقول هو هذا التطور اخوان، احنا هاي ما جايبينها من جيبنا، هو هذا التطور. التطور انه انت تركب طيورك بعدد حمام هواي، اول الطير راح يصير له قيمه الحمام من تفتك ب 24000 25000 10000 15000 سعرها راح يجي. احنا هو هذا هدفنا من البدايه، من كنا 13 هاوي كنا نحلم انه يوصل عدد الهواه والطيور لهذا الاسم. ليش؟ على مود الهاوي يقدر يبيع طيره يطلع حسن من مصاريفه. احنا معظم الهواتي يقول لك الجواز ماكو جواز لا في اوروبا ولا بكل العالم، جائزتك انت تجهز طيورك وتغلب غلب صحيح، هو هاي راح تبيع الحمامه مالتك سد مصاريفه. واحنا اول وتالي اللي جايين لهاي الهوايه مو لاجل ان نبيع ونشتري، اللي يريد يبيع ويشتري يشتغل هوايه اكو شغل. نعم هي الونسه بس شيء كمل شيء. هاي هوايه بس على مود الست قسم من مصاريفك هي سباقات الدمج، وان شاء الله انتم ما شاء الله تشوفون هسه اليوم عندنا 14 نادي واكثر من 500 هاوي و23000 حمامه و16 عربي قدام في المنطقه. ان شاء الله ما باقي لنا خمس دقائق ان شاء الله ينطلق الحمام. نتمنى التوفيق لكل هواتنا، واشكر رؤساء الانديه واشكر الهوات اللي شاركوا في هذا السباق، ونبارك لهم مقدما لكل هوات بغداد وهوات البصره اليوم راح يسافرون. سلام لاخونا حيدر الصافي ورؤساء الانديه بالبصره تعبانين، واليوم ان شاء الله مع الدليل. ابو احمد احنا ما شو اسمه، واحده من الامور اللي سباقات انديه بغداد الرصافه اللي قاعد نشوف التطور اللي قاعد يصير بيها السباقات، احنا ما ذكرناها، سباق كل اسبوع عندنا، سباق شمالي صادف يوم عندنا محدد، شمالي صادف من 20 فما دون يفتك الحمام، من 15 فما دون شرجي يفتك الحمام، فهي واحد من الامور المميزه اللي طورت من سباقات انديه بغداد الرصافه، صحيح ابو احمد؟ بالضبط، هو هذا ان شاء الله هذا من العام اشتغلنا فيه، بانه احنا عندنا موعد محدد يوم من العام ان شاء الله يوم ثلاثاء، اليوم بدينا اليوم ان شاء الله اول يوم السبت ان شاء الله راح نقدم السباق الجاي على يوم الجمعه ان شاء الله، ليش؟ لان هي المسافه قصيره، راح تبقى السباقات كل يوم جمعه، كل اسبوع سباق، ليش؟ احنا على مود يقولون هذا الهاوي يغلب الثمار هذا يغلب بالشرجي، على ان سرعه الرياح ما تتعدى ال 20 بالشمال، ما تتعدى ال 15 بالشرجي،
او ما يكون امطار او ضباب. عندنا امكانيه مخولين رؤساء الانديه وايضا المسؤولين السباقات ان يفكون الحمام يبقون يتاخرون لحد الساعه 11. ابو احمد برخصك احنا نترخص عشيدك بارك الله بك. معدل ابو حميد طبعا انت احد المميزين اللي طور من سباق سباقات بالعراق كلها مو بغداد مو بغداد. اتمنى لك كل التوفيق والله يبارك فيك. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. جميع ان شاء الله. اخوان من رخصتكم. ابو احمد يا ولد كل المصورين المصور كلها ترجع يلا بعد يا بعد ما بقى دقيقتين. ايه 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 نعم نعم. يا ولد برا العربات الولد منا حامد حامد صير بس على صير قدام الطيور عادل كل حد بيصير قدام الطيور. يا الله راح نبدي انطلاق سباق أندية بغداد الرصافة وشوفوا العدد الحمام وشوفوا القاعدة. بثمانية يا ولد تحضروا الكل تتحضر ارفع العلم تطلق ترى بقى دقيقة بقى دقيقة يا ولد. يا الله راح نطلق ان شاء الله ما بقى شيء. ثواني اطلق. يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. فرجوا اخوان فرجوا ابطال الرصافة فرجوا هواتنا اللي بالعراق وخارج العراق فرجوا السباقات المميزة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي السمن ترسل الحمام هذا السمن ترس حمام. راح بيش هاي السمن كلها طيور ترى هاي السمن كلها طيور راح اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيور اكو طيور طلعت راحت. راحت راحت. ما يقارب 2000 3000 ليش راحت. هذا الحمام كله برا. ما شاء الله طلع الحمام كله طلع ويدك ابو علاوي وعلي حد اخواننا بالتوفيق بخير وبالتوفيق. والله اللي مشارك بهذا السباق هو فايز بدون تسجيل من هسه اقول لكم انتم كلكم فايزين. سباق عالمي 23,000 حمامة يعني ماكو من عدة. وين تلقى من عدة هذا السباق؟ بس بندية الرصافة. ما شاء الله. واللي شارك بهذا السباق هو فايز ومبروك عليكم كلكم جميعاً كلكم فايزين. طبعاً سباقات القوة ما يطبوها لها بس البطل اللي يدور على النتائج. والله سباق خلال دقيقة واحدة. والله العظيم. خلال
خلال دقيقة واحدة الحمام كله راح راح راح, راح, راح دقيقة خلي 50 ثانية راح. وهذا الهواء باعوه والله العظيم. والله الميفك بهاي السباقات والله الميفك بهاي السباقات حرام يا ربي زاجل يصعد عليه صعد اكل وينزل هاي صعد اكل وينزل بروق انا عندي زاجل وما فك بهاي السباقات اي من حاطه حسب انا اقول بوجهه خلي يولي انا ما اعرف عليه هاي الابطال اللي تفك بهاي السباقات هاي متعة السباقات هاي اليوم يوم من تغلب بيها تقول صحيح انا فزت على 500 متسابق وفزت على 20,000 حمامة يسوى الفوز يسوى تحكي بيه وتقول انا تعبت والصيف داريت وخرجت وجهزت وحصدت ثمار تعالي هاي السباقات ابو عمار هاي السباقات اللي ما يشارك بيها وعده زاجيل زين مع الاسف والله صعد اكل بعد وين يوديه وينزل ضروق وينزل ضروق وما يتسابق بهاي السباقات زين والله جريمه جريمه هاي سباقات القوه سباقات السرعه سباقات التنظيم صحيح ليش اليوم عد الهاوي وتستخرج لك نتائج على النادي وتستخرج لك نتيجه على الدمج في السباق زين وحتى لا تخسر تقول لك انا فاك ويا ابطال بغداد وفاك بغداد حمام قويه مو احنا طيور ما تنحسب عن والله ما تنحسب هاي تقديرا يجوز فيها اكثر يجوز اكثر العدد هذا اللي اكثر اكثر هذا الحمام ابو احمد ابو احمد يعني الميت سابق بهذا السباق وعنده زاجل حرام والله والله حرام ما شاء الله ايه الحمام ما شاء الله مو بقى دقيقه واحده الحمام كله تقريبا طلع باتجاه صح نتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع يعني احنا نقول على هاي جناتنا العده زاجل ويتعب عليه الصيف كله ويجهز وهاي وتروح من عنده هاي من شارك بهاي السباقات والله حرام زين والله العظيم والله حرام وصدق لما تفوز تقول انا صدق فايز وحتى لما تخسر تقول لك كافي انا مشارك ويا اعداد ومتسابقين وعدد حمام كلش قوي سباقات منظمه تستخرج لك نتيجه على النادي ونتيجه على الدمج زين نتمنى التوفيق لكل هواتنا والف مبروك للفائزين مقدما كل التوفيق ان شاء الله سلامه الحمام ان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق حبيبي تحياتي لكم اخواننا اعزائنا المشاهدين اللي تواجدين ويانا للبيت ان شاء الله متعناكم ويانا وشوفناكم السباقات المميزه ربي يوفقكم وتحياتي لكم ونورتوني وسعيد جدا تواجدكم وياي تحياتي لكم في امان الله.